السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سادتي المشاهدين، أحييكم أينما كنتم بتحية مليئة بالأمل رغم الألم، وأرحب بكم في برنامج خطوط النار. حديثنا اليوم في رحاب حلب الشهباء. في ريف حلب الجنوبي كتبت أبيات القصيدة، وفي العيس وتلالها قرئت، وعند جثامين الإيرانيين وحزب الله والميليشيات الأجنبية اكتملت. صغى كلمات المعركة هناك. قوات جبهة النصرة مع كل فصائل الثوار المجاهدين هناك. لا تعرف القصيدة هناك في ريف حلب الجنوبي سوى لحناً واحداً، وهو أزيز الرصاص مصحوباً بألسنة النار المذهبة. هذا حديث حلقة اليوم. أهلاً بكم. أرحب بكم سادتي المشاهدين، كما أرحب بضيوفي. ضيفي هنا في الاستوديو سيادة العقيد فايز الأسمر، محلل عسكري واستراتيجي. كما أرحب عبر سكايب بضيفي الرائد ياسر عبد الرحيم، قائد عمليات غرفة فتح حلب. أهلا وسهلا بك سيادة. أهلا بكم. أهلا بكم مجددا سادتي المشاهدين. في نشوة وفرح استقبل أهالي سوريا عامة وحلب خاصة نبأ التقدم الاستراتيجي في ريف حلب الجنوبي، والسيطرة على عدة قرى هناك، وعلى رأسها قرية العيس وتلالها الثلاثة. كيف جرت المعارك هناك؟ وما هو السبب الرئيسي في هذا التقدم العسكري؟ نتابع التقرير ثم نبدأ النقاش. بعد هدوء نسبي ساد الأراضي السورية على جبهات ميليشيات الأسد جراء هدنة وقعها الثوار مع النظام، فوجئ الثوار بخرق الهدنة من قبل قوات النظام وطيرانه الوحشي، وهاجم الزربة وحاول قطع طريق حلب دمشق وأشعل المنطقة نارا. فقرر الثوار المجاهدون رد عادية النظام وميليشياته، فاجتمعت كل الفصائل الموجودة هناك في غرفة عمليات موحدة، فأعدوا خطة كما وزعوا خلالها نقاط وجهات تواجد كل فصيل على حدة، كيف لا تحتاج إلى هذا التكاتف وهي جبهة تمتد قرابة 45 كيلومترا تقريبا. فأخذت جبهة النصرة جبهة العيس، وأخذ أحرار الشام حول جبهة الحاضر، وأخذ جيش التحرير وفيلق الشام وفصائل أخرى من الجيش الحر جبهة الخالدية وما حولها وجبهة خان طومان وما حولها. وقامت بتجهيز كافة المستلزمات والأسلحة والعتاد الثقيل والخفيف، وقامت بتوزيع الثوار والمجاهدين كل في الجهة الموكلة إليه. وفي يوم الجمعة الموافق للأول من نيسان إبريل بدأ العمل من الساعة 5 عصرا، واستمر طوال الليل بين كر وفر حتى اليوم التالي. استطاعت جبهة النصرة السيطرة على العيس بعد عمليتين استشهاديتين وانغماسيين، ودمرت دبابة للنظام، فانتشر الهلع بين صفوف قواته وميليشياته، فأصبحوا يتسارعون بالهرب خوفا من أن تصل إليهم بنادق الثوار ونيران أسلحتهم. وقامت بقية الفصائل بمنع النظام من الالتفاف، وأربكته بهجومات عدة على أطراف الحاضر. تلة العيس أهم تلة في ريف حلب الجنوبي، منها يستطيع النظام استهداف عدة قرى من ريف حلب الغربي، منها الأتارب وأورم الكبرى، وفي حال السيطرة عليها يستطيع قطع طريق حلب دمشق ناريا. عندما تذكر تلة العيس الاستراتيجية يتذكر كافة الثوار القائد الإيراني البارز الذي قتل على ثرى تلك الأرض المباركة قاسم سليماني، الذي دخل العيس والتقط عدة صور له فيها وألقى خطابا هناك في جامع الحاضر، ولكن نيران الثوار كانت له بالمرصاد. وبهذه الحالة يكون الثوار قد قدموا إنجازا كبيرا، إذ أبعدوا النظام عن خان طومان والريف الغربي وأفشلوا خططه المستقبلية. الله أكبر، الله أكبر. تابعت وإياكم التقرير. أبدأ من عندك سيادة الرائد ياسر عبد الرحيم.
قائد غرفة عمليات فتح حلب، كيف جرت المعارك هناك في ريف حلب الجنوبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا نرحب بكم قناة حلب اليوم وجميع المشاهدين الأحرار بلدنا سوريا، لذلك بضيفك سيادة العقيد. طبعا يوم الجمعة قام النظام الأسدي الغاشم ومرتزقته بالهجوم على ريفنا الجنوبي ومحاولة التقدم وقطع استراد دمشق الدولي، وكذلك بتمهيد مدفعي وكذلك طيران على القرى الآمنة وضرب المشافي، والحمد لله رب العالمين قام الثوار والمجاهدين بالتصدي له وتكبيد خسائر كبيرة، وفر النظام وأعوانه هاربين وتركوا أسلحتهم، واستطاع المجاهدون تحرير قرية العيس بالشكل كامل وكذلك التلة. سيادة الرائد ياسر، أنا الذي أعلم أن الثوار وأنكم وكذلك المعارضة يعني أعلنت أنها ملتزمة بالهدنة، كيف يعني ماذا جرى حتى أصبحت هذه المعارك؟ سبحان الله، تفاجأنا بالنظام يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة المظاهرات يقوم بتمهيد مدفعي وخرقي للهدنة، خرق فاضح كان يقوم فقط بالطائرات بقصف المناطق السكانية في عدة مناطق من كفرناء وخان العسل وكذلك عدان وحيان، يقوم بقصف، ولكن هذه المرة كانت مصحوبة بتقدم بالمشاة، ومشاة مرتزقة عراقي من حركة المجرة وكذلك حزب الله اللبناني، حاول التقدم ولكن هو ما خرق الهدنة، ولكن سرعان ما قامت الفصائل بإرسال مؤازرات وتدارك النقاط التي سقطت واستعادتها، بل أكثر من ذلك التقدم باتجاهه. والآن يحاول النظام بعد سقوط تلة العيس وخسارتها التلة والقرية استعادة تجميع قواته وميليشياته في قرية حاضر والتحضير لهجوم علينا، وإن شاء الله رب العالمين طبعا نحن نواكب سلوكه واعتداءاته أمام مرأة العالم جميعا الذي لا يتحرك لخروقات النظام. طيب ومرتزقته يرسل لقتالنا وهم يشاهدون خروقاته ولا يتصرفون أي شيء معه، نحن ملتزمون بالهدنة ولكن هو ما يقوم بالخرق. طيب معنا هنا في الاستوديو العقيد فايز الأسمر. سيادة العقيد، ما هي نظرتك للمشهد العسكري في ريف حلب الجنوبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أخي زاهر ولا الرائد ياسر عبد الرحيم. حقيقة يعني أن خرق الهدن هو النظام الذي بدأ بخرق الهدن، وآلاف من المرات إذا لم نقل مئات وصل عدد الخروقات إلى 600 أو 700 خرق، ومنها آخر من يومين إذا لاحظت أخي بدير العصافير سقط العشرات من الشهداء من الأطفال ومن النساء والرجال. الحقيقة أنه بدأ يعني المعارك اللي صارت في الريف الجنوبي في الأيام الماضية، نفذ الثوار جملا تكتيكية ممتازة جدا، يعني عبارة ثلاث جمل لفتتني حقيقة، أنهم صدوا هجوم العدو الأسدي وميليشياته الإيرانية والأفغانية باتجاه من أجل قطع طريق أوتوستراد دمشق حلب والوصول إلى الريف الغربي بغية تطويق مدينة حلب بالكامل، فتصدوا له الثوار كبادئة وكبدوه المزيد من الخسائر، خسائر فادحة، ومن ثم قاموا بهجوم معاكس ومن عدة محاور بغية إنهاء سحق القوات المتقدمة وإرجاعها إلى قرية الحاضر. الأمر الثالث أخي اللي حقيقة أفرحني أنه قطعوا طرق الانسحاب، يعني هذه من المرات القلائل التي لاحظناها في معارك إدلب أو في معارك التي يخوضها الثوار أنهم يتركون طرق للانسحاب ولا يغطونها ناريا من أجل القضاء على الفلول الهاربة من قوات النظام، ولكن فعلا بعد أن انتهت المعركة وانتهى الهجوم المعاكس كانوا يقطعون الطريق باتجاه بلدة الحاضر وكبدوا النظام 50 عنصر قتلى أثناء فرارهم وانسحابهم إلى مدينة الحاضر. الأمر الأهم اللي صار أكثر من هيك أخي زاهر، أنه موه الثوار عن اتجاه الضربة الرئيسية، كيف؟ أشعلوا كافة الجبهة الجنوبية، يعني 40 كيلومتر صعدوا فيها أعمالهم القتالية، مما لفت أنظار العدو الأسدي
ولم يعرف من أين ستأتيه الضربة، فكان الخرق من جبهة النصرة باتجاه تلة العيس وما هي إلا ساعات حتى استولوا على تلك التلة والتلال المحيطة بها وأفشلوا خطط النظام في العبور باتجاه الريف الغربي. رائد ياسر، ممكن أن تعطينا أهمية الريف الجنوبي؟ يعني النظام دائما يحاول التقدم، كذلك الثوار يصرون على المحافظة على المنطقة هناك. نعم، للريف الجنوبي أهمية كبيرة. النظام حقيقة بعد خروج الروس وقلة مشاركته بدأ يتلقى تعليمات من الإيرانيين لكي يحسوا بالذهاب باتجاه الفوعة وكفرية، يريدون نسبة وجودهم على الساحة. طبعا هذا التصرف غبي من النظام وكذلك من الإيرانيين، فشلوا دون الروس، هم لم يستطيعوا أن يحققوا شيء دون الروس، فحاولوا التقدم، يعني كانوا يحاولون التقدم باتجاه تلة حلب، كفر حلب، احتلال تلال ونزول باتجاه الإسراد وقال طبعا هذه المنطقة استراتيجية جدا، تقطع طرق امداد الثوار وكذلك تكون ممكن في المعركة الأخيرة في ريف حلب الجنوبي. كم سقط عندكم من الشهداء بالمقابل؟ كم كانت أعداد القتلى في صفوف النظام تقريبا؟ طبعا شهداء كانوا كثر عندما احتل النقاط الأولى النظام، كان عندنا بحدود 20 شهيد من كافة الفصائل، ولكن سبحان الله ما يعني خلال 3 إلى 4 ساعات تم النفير العام على كافة، كما قال سيادة العقيد، على كافة خط الجبهة، وكل الفصائل بدأت تفتح النار باتجاه القوات التي تقدم باتجاهها. عندما كشفت خطة النظام بدأ بالانسحاب، وكان هناك هجوم عكسي باتجاه التلة، وتم تعرض من قبل الأبطال المجاهدون، وتم مطارد فنون النظام باتجاه وميليشياته باتجاه الحاضر، وكانت عملية نوعية جدا جدا والحمد لله رب العالمين. كيف وزعتم سيادة الرائد، كيف وزعتم المحاور والقطاعات والجهات بين كل المشتركين، سواء جبهة النصرة وسواء غير جبهة النصرة من جميع أحرار الشام وغيرها، كيف توزعوا على محور الريف الجنوبي هناك؟ في الحقيقة النظام ظن بنفسه أثناء التمهيد المدفعي بأنه سيقوم بحرق المنطقة والثوار سينسحبون، ولكن الحمد لله كان هناك تجهيز هندسي وحفظة فردية التجأ بها العناصر، انكشفت خطة النظام وتم إعلان النفير عن طريق طبعا وحدات الإشارة والمراصد الموحدة، بارك الله بهم جميعا، أعلن النفير بأن النظام يتقدم، بل وارتفعت روح المعنوية لدى المجاهدين في عند سماعهم يعني بتقدم، وان العناصر النظام يعني كان النظام يختبئ كالفئران في خنادق، ومجرد خروجه وتقدمه بدا المجاهدون وثوار الابطال باصطيادهم ومطارده الياتهم وكذلك تدمير الدبابات واليات لهم، يعني تم طرده وشر طرده كما يقال، والحمد لله رب العالمين، كان نصر عظيم من الله وفتح، يعني استطعنا أخذ منه وقلب السحر على الساحل، لأنه قام بخرق الهدنة، ولم هو كعادته لا يلتزم بالعهود وليس ليس له ذمة، وحاول التقدم ونال جزاءه بإذن الله. طيب سيادة العقيد فايز، الآن رأينا في التقرير صور هروب قوات النظام، كيف تقرأ الحالة المعنوية عسكريا، الحالة المعنوية عند النظام بالمقابل عند الثوار؟ طبعا أخي زاهر، النظام يقاتل بخليط غير متجانس، يعني حقيقة خليط غير متجانس، ولا يهمه الأهداف ولا العقائدية في القتال، يعني حتى جيش النظام لم يعد يؤمن بالعقيدة القتالية، يعني نتيجة للأسف جيش تشبيح تشليح قطع طرق، يعني للأسف نسمع الكثير من سلوكيات الجيش في تلك الآونة، يعني الخليط الغير متجانس مستحيل أنه تكون تصيغه ضمن صياغة قتالية وتحمله عقيدة قتالية من أجل، يعني ما له هدف، يعني اللي جاينا من إيران جاي بالمصاري مرتزق، والمرتزق لا يقاتل، يعني من أول صدمة يترك السلاح وينهزم، هذا الأمر مفروغ منه، من يثبت أصحاب الأرض
أصحاب العقيدة الصحيحة، أصحاب الشهادة الذين يؤمنون بالشهادة، وهم هدول ثوارنا يعني الموجودين. أما النظام من أول ضغط عليه، وهذا لاحظناه بانسحاباته التكتيكية الكثيرة التي كانت خلال الفترات الماضية تلاحظها، بأول ضغط يتركون المنطقة وينسحبون حفاظا على أرواحهم، لا يؤمنون بالشهادة ولا عندهم أن نحن مثل ما يقولوا قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. يعني هذا إيمان عند الثوار، يعني الروح المعنوية للثوار كبيرة. فمنهم للأسف يعني لو أنه الأسلحة اللي موجودة عند النظام موجود ربعها عند الثوار كانت حررت سوريا من سنتين. يعني اعتماد لولا القصف الجوي الروسي في الآونة الأخيرة خلال الخمس شهور الأخيرة لما تقدم النظام شبرا واحدا. يعني لو أن أو لو لدينا سلاحات مضادة للدفاع الجوي أو صواريخ للدفاع الجوي كان لقناهم دروس يعني ستدرس في الأكاديميات بطرق القتال. مع كل هذه الأسلحة المعنويات رأينا يعني هروب، يعني بأعداد بالعشرات يهربون تماما. أخي ما في إيمان. يعني مثل ما قلت لك المرتزق على إيش بده يقاتل؟ أنت بتعرف ال- 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 الكم العددي للنظام قل جدا خلال خمس سنوات، فأصبح يستورد الميليشيات الإيرانية والأفغانية ومن كل أصقاع الأرض بالدولار. يعني بالدولار يعني تصور أنه المرتزق بيأخذ من 500 للألف دولار، والعسكري المجند اللي عند النظام بيأخذ 50 دولار. يعني هذا الأمر، فكيف يريد أن يقاتل يعني؟ فكيف يريد أن يقاتل يعني؟ اللي بقاتل هو صاحب العقيدة، صاحب الأرض، من يؤمن بهذه الأرض أنها له، من يؤمن بأهله وناسه أنه ظلموا ويريد دفع الأذى والظلم عنهم. أما المرتزق لا يهمه إلا أن الراتب اللي يأخذه آخر الشهر، وأي ضغط عليه مباشر أو غير مباشر بترك سلاحه وبنهزم. طيب سننتقل إلى المحور الثاني من هذه الحلقة الذي هو أساسي ومهم بالنسبة للمجاهدين الثوار، وهو محور التكتيك والتخطيط الذي اتبعه الثوار في ريف حلب الجنوبي. تعالوا لنتابع المحور الثاني سادتي المشاهدين. لكل معركة تخطيط وتكتيك، ولكل قائد ناجح خريطة وبوصلة ومعلومة. ويقول متخصص عسكري: لا قيمة للمعلومة والخريطة والجنود ما لم يحسن استعمال هذه الأدوات وتنتظم في خط واحد في المعركة. في محور هذه الحلقة نناقش التخطيط والتكتيك الذي اتبعه الثوار المجاهدون، ونقف عند أهمية قرية العيس وتلالها الثلاثة استراتيجيا. نتابع التقرير وهذه الجولة التي أجرها أحد الإعلاميين هناك في العيس، ثم نبدأ النقاش. هذه هي قرية العيس التي أصبحت الآن تحت السيطرة الكاملة للمجاهدين بعد أشرس وأعنف المعارك التي دارت يوم أمس واستمرت إلى يومنا هذا. إذن نحن الآن على تل العيس المجاور لقرية العيس التي هي خلفي تماما، بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي. دارت أمس أشرس وأعنف المعارك التي أسفرت عن السيطرة على هذه التلة، تلة العيس الاستراتيجية التي تكمن أو التي تتضمن تل السريتيل الذي هو خلفنا تماما. أيضا هذا هو تل السريتيل، وهذه هي الهضبة المجاورة لتل السريتيل، وعلى يميني تماما تقع تلة الدبابات التي سيطرت عليها الفصائل يوم أمس. إذن هذه هي العيس التي تمت السيطرة عليها. هنا أكثر داخل هذه القرية أكثر من 30 جثة للميليشيات الطائفية وقوات النظام التي كانت تقبع في هذه القرية. خلفي تماما أيضا يذكر القياديون أن المعركة مستمرة حتى هذه اللحظة للسيطرة على بلدة الحاضر والبلدات المحيطة ببلدة الحاضر. هذه هي بلدة الحاضر خلفنا تماما بعد قرية العيس. العمل إن شاء الله ما بعد العيس إلى الحاضر لتحرير ريف حلب الجنوبي بالكامل وطرد الميليشيات الطائفية التي اغتصبت الريف الجنوبي لحلب. أبدأ من عندك سيادة الرائد ياسر عبد الرحيم، قائد عمليات فتح حلب. تابعنا هذه الجولة المختصرة في العيس وحول تلالها والحاضر،
كيف اتبعتم خطة أو ما هو التخطيط والتكتيك الذي اتبعتموه في معركة ريف حلب الجنوبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن كنا في حالة هدنة، ولكن في هذه الأثناء كنا ننظم خطوطنا الدفاعية مراصد ويقظة وحذر من هذا العدو سلاح الغدر، وغدر بنا وتقدم باتجاه مقاتلنا باتجاه حرس خان طومان. طبعا يعني كان خلف كل نقطة رباط وكل جبهة هناك قوة مركزية تؤازر في حالة الهجوم، ولكن كانت اشتباكات في الساعات الأولى اشتباكات ضارية واستطاعت التقدم، وبعد استعادت القوة المركزية لاستعادة النقاط، وهنا جاء الدور الكبير للمجاهدين الأبطال في جبهة النصرة الذين رأوا إخوانهم يتعرضون لهجوم فقاموا بهجوم معاكس وواسع وضرب للنظام ومرتزقته في العيس وقرية العيس، وتم وسحقوا سحق تام لحركة النجباء وحزب الشيطان وسحقوهم وفروا أمامهم هاربين، وكانت مؤازرتهم كبيرة جدا لإخوانهم، وتم صد الهجوم بل واستطاع تحرير القرية وكذلك الجبل بمساعدة الفصائل، والحمد لله رب العالمين كان هناك تقدم ملحوظ وفر النظام وأعوانه ولم يعطهم أي مجال للتقدم، والحمد لله رب العالمين كان نصر عظيم. طيب سيادة العقيد فايز، ما هي نظرتك للتخطيط والتكتيك الذي اتبعه الثوار المجاهدون؟ هل هو فعلا كان تخطيط ممتاز وصحيح؟ وهل كان في أخطاء في التكتيك؟ أنا أتصور أي عمل قتالي يكون فيه تحرير معناته التحضير له يكون جيد واتخاذ القرار جيد. يعني أخي زاهر، الأعمال القتالية تبدأ بالاستطلاع ولا تنتهي بخوض المعركة، هناك عدة أمور يتبعها القادة والمخططون للأجل إلى الوصول إلى المرحلة النهائية وهي النصر. مثل ما قلنا، تبدأ بالاستطلاع، تقدير الموقف، تقدير موقفك أنت قادر تخوض هالمعركة ولا لا، بالعدة، بالعتاد، بالعدد، كمان تقدير العدو، وبتحط موازنة أنت كقائد، هل أستطيع خوض تلك المعركة وأحرز تقدم أم لا من خلال تقدير موقف الصديق والعدو. كمان بنطلع إلى تحضير الخطط، يعني الخطة، لكل قائد له خطة عمل أو خطة هجوم وإله قرار في الهجوم، ومثل ما قلنا إحنا القرار الناجح في الأعمال القتالية هو الذي ينفذ المهمة القتالية بأقل وقت ممكن وبأقل خسائر ممكنة، هذا هو العملية الناجحة. ومثل ما قلنا تحضير الأرض، حتى الأرض تجهز وتذلل من أجل القيام بالأعمال القتالية، شو السلبيات اللي بتقدمها الأرض أثناء تقدمك، شو الإيجابيات اللي بتعطيك إياها من إخفاء من تمويه للتقدم إلى أرض العدو، هاي لازم كلها القائد يدرسها ويحضر مقاتلينه، يحضرهم من حيث اللباس، من حيث العتاد، من حيث تأمين حمايتهم، الدروع، الخوذ، الكذا، مأكلهم، مشربهم، طرق الإمداد خلال المعركة، ما ينقطع ويتحاصروا، كيفية إذا تم إنزال جوي خلف الخطوط، ما هي القوة التي تقضي على قوى الإنزال اللي معينها القائد هو كقوة احتياطية للقضاء على قوى الإنزال. المعركة كبيرة يا أخي، الأمور التي يحددها القائد كثير، القائد يجب أن يدرس الأعمال التي في أمامه واللي هي مرئية واللتي هي يتوقعها، التي يتوقعها يجب أن يصدر قرار بها لصد. الآن قرية العيس في ريف حلب الجنوبي حولها تلال، وأيضا الحاضر، أيضا الحاضر لها أهمية، طريق حلب دمشق كذلك له أهمية كبيرة. الآن التخطيط الذي يجب أن يتبع للسيطرة لنفرض على الحاضر، وماذا يفعلون الآن ثوار للتمسك والثبات بهذه الأراضي والتلال؟ يعني الهدف الأسمى من التحرير هو مسك الأرض، يعني أنت حررت وما قدرت تثبت بالأرض، ما طوعتها لخدمتك، يعني الآن الثوار يجب أن يتمركزوا بمجموعات صغيرة وعلى ويتبعوا الدفاع بالعمق، لأنه أكيد النظام الآن سيستنفر من أجل إرجاع قرية العيس والتلال المحيطة بها،
من أجل قطع طريق مثل ما قلت أنت حضرتك أنه قطع أوتوستراد دمشق والتوغل باتجاه الريف الغربي وصولا إلى كفرية والفوعة من أجل فك الطوق عن المقاتلين اللي موجودين هناك، لأنه إذا وصل لكفرية والفوعة أخي الكريم مو أقل من 3000 مقاتل موجودين بكفرية والفوعة، هي بتعطي زخم قتالي صحيح. إلى الأمام من أجل متابعة أعماله القتالية. فإذا الطرق يعني التكتيك اللي لازم يتبعوه الثوار الآن مسك الأرض بقوة، يعني تجهيزها هندسيا، تجهيزها بأقماع فردية، الإخفاء والتمويه، القتال بمجموعات صغيرة، رصد الطرق المحتملة لتقدم العدو ووضع الكمائن عليها، أن ينفذوا إغارات بساعات معينة لإنهاك العدو وإضعاف روحه المعنوية. كل هذه الأمور تخدم المعركة، وعلى القائد الناجح أن ينفذ تلك الأعمال بغية والتحضير للأعمال القتالية المقبلة. لازم يكون في وحدة الهدف، يعني ونتنازل عن كلمة الأنا الفصيل الفلاني أو الاسم الفلاني أو أنا شاركت أو أنا كذا. غرفة عمليات فتح حلب، أنا أتمنى أن نصل إلى مرحلة نقول حررت غرفة عمليات فتح حلب قرية الحاضر، ما يقولوا لواء الفتح أو لواء جند الحرمين أو لواء فلان أو لواء علان. يعني هذا أهم أساس إن شاء الله تماما بإذن الله تعالى، أنه نتجمع بغرفة واحدة من أجل فتح سوريا وتخليص سوريا من النظام البائد. طيب سيادة الرائد ياسر عبد الرحيم، ما هي الخطة الآن التي جهزتموها وتتبعوها للحفاظ على هذه التلال الخاصة والأراضي الهامة التي تم السيطرة عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن دورنا كبير ومهم في هذا الموضوع، يجب المحافظة على الخطوط والمناطق التي حررناها من هذا النظام الغاشم، نقوم بالتجهيز الهندسي ووضع الكمائن وكذلك تجهيز القوات المركزية وتوزيع الأدوار والمهام في حال عاد النظام وكرر غلطته وخرق الهدنة. ونحن هنا نقول أننا ملتزمون بالهدنة وبالمعايير الدولية، ولكن هذا النظام الغاشم إن فكر أو حاول أن يعبس مرة أخرى وحاول خرق الهدنة، ستكون هناك قوات بإذن الله رب العالمين من كافة فصائل مجتمع لصده ومطاردته أيضا، وممكن أن نحرر في حال فكر هذا النظام الغاشم باحتلال أي قرية من القرى التي حررناها منه. طيب ألا تعيقكم الطيران الآن بعد تحرير العيس وتلالها؟ الطيران ما غادر السماء، ألا تعيقكم حركة الطيران هناك؟ طبعا نحن مستائين جدا من حركة الطيران الذي يقوم بقصف المدنيين قبل العسكر، قبل المجاهدين، هو يقوم بإزاء وقصف الطرقات وطرق الإمداد المدنية قبل الثوار. وهنا نوجه رسالة للمجتمع الدولي وكافة أصدقاء سوريا، ألا ترون هذه الخروقات وهذه الطائرات التي تقصف الشعب الأعزل؟ ألم تروا هذه المظاهرات السلمية التي خرجت لتؤكد لكم سلمية ثورتنا وأننا نريد أدنى حقوقنا في العيش بكرامة؟ والنظام وأعوانه ودول العالم كلهم يتآمرون على الشعب السوري ويرون هذه المجازر ولا يتصرفون، ولكن نؤكد ونوعد أهلنا في سوريا كافة في حال خرق النظام أو أطلق أي طلقة أن نرد بالمثل بل بالأكثر، نرد على مصادر النيران التي تخرق لنا. في حال أطلق طلقة سنرد على مصدر إسلام، ولن نسكت ولن نرحم هذا النظام ولا مرتزقته، ونتوعد مرتزقته أن نعيدهم إلى بلادهم، بل ممكن أن نجعلهم سماد أرضنا الطاهرة وتتحلى أجسادهم بإذن الله رب العالمين. دعنا نستمع إلى العقيد فايز. سيادة العقيد، الآن ما هو البعد العسكري للتحرك في ريف حلب الجنوبي، وما هي الاستراتيجية الصحيحة، النصائح التي تقدمها للثوار المجاهدين للتحرك في تلك المنطقة؟ تمام أخي زاهر، أهم نصيحة أوجهها للقادة أو للثوار هو السرية في التخطيط والتحضير للأعمال القتالية. للأسف هذا عم نلاقي عليه احنا عدة سلبيات، يعني وخاصة الإعلام يتدخل، يعني نعلن عن عملياتنا القتالية قبل بداها. أنا ياما على الإعلام أتفرج أنه شو الهدف المقبل، والله هدفنا المقبل قرية الحاضر،
يا أخي مثل ما أنت عم تصرح بهدفك العدو عم يستمع، فراح يتجهز لك مجان من أجل صدك. الأعمال القتالية يجب أن تخطط وتنفذ بسرية تامة، والمخططين والمنفذين الاختصاصيين يكونوا ثل قليلة جدا، والاطلاع على قدر المسؤولية. أشكرك سيادة العقيد فايز الأسمر محلل عسكري واستراتيجي، حياك الله. كما أشكرك عبر سكايب سيادة الرائد ياسر عبد الرحيم قائد غرفة عمليات فتح حلب. لا يسعني إلا أن أشكركم أنتم سادة المشاهدين على حسن متابعتكم. هذا زاهر الشرقاط يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.